اللي بيقولوا عنه اليوم الناس هذا فقه، هذا ليس فقه، هذا عند الأولين رأي. واضح؟ هذه مسألة مهمة أخوانا، سأرجع إلى مسألة الغائب. ولكن عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما في الفقه اللي عليه الناس اليوم. يعني النبي ذكر الفقه كما قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. طيب النبي قال: من سمع منا حديثا فليبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. تعال هوني، الفقه المبلغ ما هو؟ الوحي، الحديث أو الآية. فعند النبي الحديث هو الفقه، الحديث هو الفقه، والقرآن هو الفقه، أما آراء المذاهب والمشايخ ولا مرة هي الفقه. ليش يا شيخ؟ لأنه أيام ما كان في فقهاء ما كانوا يقولوا أول الأمر عن هذا فقه. تعرفوا أحمد بن حنبل؟ أحمد ما كان يقول هذا فقه، كان يقول هذا رأي. قبل أحمد بن حنبل عامل عمر بن عبد العزيز محمد بن شهاب الزهري تابعي، قال: اكتبوا السنة دونوها ولا تعرضوا لها بالرأي. ايش يعني بالرأي؟ ما فيش اسمه فقه. الفقه هذا كلمة ادخلت على النبوة والسنة بعد حين، لما اول الامر شو كان هذا الكلام؟ رأي. مش قلت لك شيخ مالك كانوا يسموه ربيعة الرأي، مش ربيعة الفقه، ربيعة ليه؟ يبقى ما كان فقه. الفقه عندهم قال الله قال رسوله. يروى عن الشافعي قال: إذا صح الحديث عن رسول الله فخذوا به واضربوا برأيه. أصلح لك، إذا صح الفقه عن رسول الله، هيك كلام الشافعي يعني، فخذوا به واضربوا برأيه، لأن الحديث هو الفقه، وما قاله الشافعي رأي. أحمد بن حنبل سأله أحد تلاميذه، قال له: أكتب كتب الرأي؟ اسمع، وكلوش فقه. قال: لا. فقال له الرجل تلميذه: ابن المبارك كتبها. ابن المبارك قبل أحمد بنحو 80 سنة، بالتالي هو بالنسبة لأحمد من الشيوخ الأولين. يعني لما انولد أحمد كان يسمع قال ابن المبارك، قال ابن المبارك. واضح أخي؟ فقال تلميذه: ابن المبارك فعل. كأن يقال لأحدنا اليوم: الشافعي قال، أبو حنيفة قال. فبيقول تلميذه لأحمد: ابن المبارك كتبها. اسمع ماذا سيقول أحمد. قال: ابن المبارك لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ علمنا من فوق. واضح؟ طب أحمد هلأ بيبطل يؤخذ منه أحمد، هلأ بيصير هذا لازم يمحى هذا الكلام. جيد. فبالتالي يا أخوانا لما تسمعوا الفقه في كلام الله ورسوله، شو الفقه؟ الوحي، كتاب والسنة، الوحي فقط يا شيخ. أما الرأي فشيء آخر، بشهادة أن من يسمون الفقهاء ما بيسموه الفقه. أول أمر الفقهاء ما بيسموه الفقه. لما خرج أبو حنيفة في الكوفة وبدأ يدرس، كان أقرانه ومعاصروه يقولون إنه يقول بالرأي ويتهمونه على إيه؟ على الرأي. جعفر الصادق، بيبقى علي بن أبي طالب جده الرابع، جعفر بن محمد يصل إلى علي، جعفر لقي يعني أتي بأبي حنيفة لجعفر، جاب أبو حنيفة لجعفر، لأنه مين أعلم وأوثق؟ جعفر رضي الله عنه. فلما لقي جعفر أبا حنيفة قال له: أنت صاحب العراق الذي يقول بالرأي؟ سمعت؟ ما كانت محمدة ولا كانت ثناءة. قال: نعم. قال: اتق الله ولا تقل برأيك، غدا نقوم نحن وأنت بين يدي الله، نقول قال الله قال رسوله اللي هو الفقه، وتقول قست ورأيت. قيل لأيوب، اسمعوا ما أجمل الكلام، لما لا تقول بالرأي؟ بيش طلعت حتى الطلاب كانوا عاقلين، بيقولوا ايش الفقه؟ لما لا تقول بالرأي؟ اسمعوا ماذا سيقول هذا التابع العدل. قالوا لي: لما تقول بالرأي؟ يعني كما يفعل فلان وفلان ممن قد سمعتم. اسمع ماذا سيقول أيوب. قال: قيل للحمار
ما لك لا تجتر؟ قال أكره مضغ الباطل. طلع ليش كانوا كارهين لما يتعظم ويتمجد فيه العلماء اليوم؟ هذول هم العلماء بيقولوا لأيوب ما لك لا تقول بالرأي، اللي هو ما يسمى اليوم الفقه، صناعة الفقه. أرأيت لو، هذه ما لعنه عمر على المنبر، قالوا له ما لك لا تقول بالرأي؟ قال قيل للحمار ما لك لا تشتر؟ قال أكره مضغ الباطل. سمعتوا أخوانا؟ واضح؟ فإما أن أيوب شيخ أبي حنيفة وشيخ مالك والشافعي وأحمد وشيخ كثير من الناس ونقبله لنا عدلا عالما، إما أن هذا الرجل هو الجاهل أو الطلبة لوراء هم الذين جاهلوا. لا، واضح أن أيوبا قبل أن يولد فلان فلان كان عدلا صالحا معلما، حمل لنا السنة كما هي، بلغ من ورعه وإكرامه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جلس المجلس يعلم فيه الحديث يأبى أن يعلم إذا التفت أحد لأحد أو برى أحد قلمه، ممنوع. شوف لوين أصل الفقه يا شيخ، فقه الشيء يعني الفقه في اللسان التوسع والتعمق. فالله بيقول لك أن تفقه، تفقه إيش؟ بعدما تدبر وتعي كلامه فقهته. ليه؟ لما قال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير، اسمع، قال بماذا بعثه الله؟ من الهدى والعلم، القرآن والسنة. كالغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة له الأرض طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب أخرى أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا، وأصاب أخرى إنما هي قيعان، قيعان يعني يقول قاعة جمع قاعة، ساحة سدحة واحدة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. اسمع ماذا سيقول عليه الصلاة والسلام، فذلك مثل من فقه أو فقها في اللسان، فقه فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إنما اللي قبلت الماء وأنبتت هذه لمين؟ فقهت. فشو هو الفقه عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ من وعى كلام الله وكلام رسوله، هذا هو. بل هم قوم لا يفقهون. شو لا يفقهون؟ ماذا؟ واضح أنهم لا يفقهون لأن الله لا من كبريائه لا يعني فهمت كلام أبو حنيفة ولا ما فهمت كلام مالك، هذا ليس بشيء. نيح عند الله عليك أن تعي كلامه، واضح، وكلام أنبيائه، واضح. إنما كما رووا في الكتب الأولى أن الله عاب على أحبار بني إسرائيل كيف يجمعون كلامه بكلامهم، فقال الله لأحبار بني إسرائيل ما للتبن مع الحنطة، واضح. العجيب أنه الآن الفقه شيء وعند الأولين شيء، فإذا كان الفقه مقالة الله ورسوله فنسأل الله أن يفقهنا في الدين. فلما قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في المذاهب ويفقهه بالآراء، قال يفقهه في الدين. قل لي ما هو الدين؟ فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ما الدين؟ قل لي ما الدين يا شيخ؟ قال فلان وقال فلان. أصلا قلنا يا أخوانا لو كان رأي مالك أو الشافعي دينا وقد رجع عنه مالك فقد رجع عن الدين، ولا رجع عن الرأي؟ قالوا لا رجع عن الرأي، بالتالي ليس فقها، هذا رأي، لأن الفقه عند الله الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وين الفقه بيكون؟ في الدين. أما والله فقهت مسائل الرأي هذا ليس فقها، لأن صاحبها يرجع عنه. مرة كان مالك جالس فسأله رجل من تلاميذه عن البتة اللي هي الطلاق متى يكون بائنا كما عند الناس، فقال له بقول له التلميذ الطلاق متى يكون بائنا بتة، فقال ثلاثة،
فأمسك التلميذ لوحه ليكتب. قال ماذا تفعل؟ قال أكتب. قال لا تكتب، لعلي بالعشي أقول واحدة. هذا هو الدين أخوان، هذا رأي الرجل، كيف صار دينه؟ طيب، من يعلم في موطأ مالك يعلمون أن الموطأ كان أكثر من هذا بكثير، رجع مالك عن كثير منه. أنا ليه بقول هذا الكلام كرها في مالك؟ والله يعني إنني أحب أن يكون مالكا في زمرة المؤمنين حول رسول الله في الآخرة ونحن، ولكن لا نعلم لنا إماما إلا من قد علم الناس عليه الصلاة والسلام. إذا بتفتحوا كتب المذاهب بيبقوا كاتبين قال بهذا، اسمع، فلان وفلان وأصحاب الرأي. تعرف مين أصحاب الرأي؟ يبدأ من عند أبي حنيفة. فهذه مدرسة مشهورة اللي هم مين؟ قال بهذا أصحاب الرأي. الآن الأصل أن لا تحصر على أبي حنيفة، كل قول قائل رأي. يا شيخ أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قال قولا حسنا، قال قول مالك اسمع وقول أبي حنيفة، لا والله عشان أعدل، قال قول مالك وقول الأوزاعي وقول الشافعي. ليش قلت بدي أعدل؟ لأنه ما قالش قول أبي حنيفة. أحمد كان لا يحب رأي أبي حنيفة أصلا، فقال أحمد بن حنبل قول مالك وقول الشافعي وقول الأوزاعي كله عندي رأي وكله عندي سواء، إنما الحجة في الآثار. شو هي الآثار؟ قال الله قال رسوله كان على هذا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. سمعت شيء؟ فأحمد بيقول إذا بتقول لي فلان ولا فلان هذا رأي لا حجة فيه. وطبعا من عدالة أحمد أن يقال وقول أحمد كقول من قال عن غيره، واضح؟ إنما الحجة في القول الله ورسوله. فهذه اليوم هذه ليست كتب فقه، كتب الرأي. مين قال هذا؟ صلاح الدين؟ لا والله ما هو أنا، أحمد بن حنبل. منيح؟ وأيوب الذي يكره مضغ الباطل، منيح؟ وتمثل بما تمثل رضي الله عنه. فبالتالي مين اللي أتبع لأهل العلم، نحن أم هم؟ فهذه كتب إيه؟ كتب الرأي. ولكن إذا قلت كتب الرأي شيء، وإذا قلت كتب فقه أنو أوقع في قلب الناس؟ فإذا قال العلماء هذه كتب رأي الناس تزهد فيها ولا تمجدها، صحيح؟ بس إذا قلت كتب فقه فبالتالي هذه موسوعة الفقه، موسوعة الفقه كتابان، قال الله قال رسوله، هاي موسوعة الفقه، واضح؟ أما موسوعة الرأي فلا عليك، اذكر ما تشاء. ماشي أخواننا؟ شيخ يعني نفهم من كلامك أنه علماء الفقه هم علماء القرآن وعلماء الحديث. بورك فيك، علماء الفقه هم الذين قالوا قال الله قال رسوله كما قال محمد ابن إدريس الشافعي، قال القول ما قال الله قال رسوله هو الفقه، وما سوى ذلك عند الشافعات فقه لا، وسواس الشياطين. طبعا لما أقول الشافعي وأحمد هذا بالنسبة لي ليس دين، أنا أقص عليهم ما يؤمنون به. الشافعي بيقول من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، وبيقول الاستحسان لذة. شو يعني لذة؟ يعني هو يستخف في صاحبها، يعني شهوة يتلذذ صاحبها بها، كما قال عمر أميرنا الصالح رضي الله عنه قال اتهموا الرأي على الدين. شو ما أجمل كلام، اتهموا الرأي على الدين، واضح أنه الرأي ولا مرة دين، والدين ولا مرة رأي، يمثل على نفسه. قال لقد رأيتني وأنا أرد كلام رسول الله برأيي، أجتهد ولا آلو. في الحديبية ليه؟ لما أراد النبي أن يرجع وعمر يقول له، حتى قال النبي أرضى ولا ترضى، فهو عمر بيقول اتهموا رأيكم على دينكم، رأيتني وأنا أرد قول رسول الله برأيي، أجتهد ولا آلو، ندمان رضي الله عنه. اليوم صار الرأي مكرمة ومحمدة. جيد.